هل تعلم من أين يأتي العسل؟ من النحلة النشيطة. تسكن خلية النحل ملكة واحدة ونحلات عاملات وذكور النحل. البيض. تضع ملكة النحل من 2000 إلى 3000 بيضة في اليوم الواحد، وتضع البيضة عامودياً لمدة 3 أيام. اليرقات. البيضة تغذيها النحلة العاملة لمدة 5 أيام، ثم يغلق البيت عليها وقد أصبح لديها ما يكفيها من غذاء، فتصبح اليرقة ممتدة طولياً وتبدأ في غزل الشرنقة.